قام اليوم مجموعة من الشباب بتكريم منتسبي الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية الذين يعملون على تثبيت الأمن والاستقرار والدوام المستمر في النقاط رغم شدة القصف. إلى التفاصيل. صمود أسطوري يبديه أبناء اليمن في مواجهة صلف العدوان السعودي الغاشم، سواء في جبهات القتال وصد المرتزقة أو في داخل المدن للحفاظ على الأمن والاستقرار، رغم هول وشدة القصف الهستيري الذي لم يستثني منطقة أو حيا سكنيا أو منزلا للمدنيين، وهو الأمر الذي فرض حبهم واحترامهم على الجميع، فجاء شباب المؤتمر لتكريمهم. وإن شاء الله نعدم بأننا سنكون الدلع الحصين للوطن في ظل استهدافه من قبل قوى العدوان وهي أمريكا وإسرائيل بعباية سعودية، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، سيكون النصر حليفنا ونراه قريبا. الهدف من هذا التكريم هو يأتي في إطار تعزيز دور المواطن، الدور المجتمعي مع دور رجل الأمن والشرطة. فقد قام المجلس بهذا التكريم في إطار الأنشطة الوطنية والفعاليات الوطنية التي ينبغي أن يقوم بها كل مواطن، خاصة ونحن نواجه عدوانا لا همجيا نكل فيها وقتل فيها البشر والحجر ودمر كل شيء. هذا تكريم من مجلس الشبابي الموضوع شعب العام، هذا تكريم لمس للجيش وللزين الشعبية، وتقول لهم شكرا ألف شكر لحماية الوطن وحماية الشعب اليمني العظيم. هدف نبيل ومقصد سامي أن نتنبه كمواطنين وكشباب لمن يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار وتكريم منتسبي المؤسسات الأمنية لما يقومون به من جهود كبيرة ومتميزة لتحفيزهم على المزيد من اليقظة ضد من تسول له نفسه الإخلال بأمن واستقرار الوطن. إن شاء الله نحن نكون عند حسن ظنكم، وهذا شرف عظيم لي ونصر ولا شهادة. ونقول أننا أبناء الجيش وأبناء الأمن وأبناء اللجان الشعبية، أننا يد واحدة، وأننا سنقوم بأي شخص يقوم بتسول له نفسه باهتزاز أمن واستقرار البلاد، أننا ضده وأننا مستعدون هنا وواقفون وضد العدوان وجاهزون له. أن النصر آتي على آل سعود، وأن يتوحدوا وأن لا ينجروا مع العدوان. يبقى الوطن هو العامل المشترك بين كل من يقف في مقاومة العدوان في جبهات القتال والعزة والشرف، وبين من يسهر لينعم المواطن بالأمن والاستقرار، ليستمر اليمنيون في صمودهم ضد غزاة العصر الحديث من مملكة الصبيان ومرتزقتهم ممن يحلمون في التسلط على اليمن. محمد الرزيقي لقناة اليمن من اليمن.